أستاذة أصيلة، السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم مساء النور أستاذة أصيلة، معك إيمان بوسيسي. إذا ننطلق في الورشة إن شاء الله. إن شاء الله أشارك الشاشة أستاذة. فقط أقوم بافتتاح الورشة وأنت تشاركين الشاشة، ثم سأحيل لك الكلمة. بإذن الله. بالتوفيق أستاذة أصيلة. الله يوفق الجميع يا رب. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إيمان بوعزيزي، عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة. ترافقني اليوم في التقديم الأستاذة ياسمين السكلي رئيسة الجمعية، والأستاذة وهيبة العجمي في الإشراف على الورشة الثامنة بعنوان أساسيات الماينكرافت، والتي تندرج ضمن مبادرة كيف أصبح معلما خبيرا لدى مايكروسوفت في نسختها الثامنة. تؤمن هذه الورشة الأستاذة أصيلة الفزاري سفيرة الجمعية بسلطنة عمان، وهي معلم أول للجغرافيا، أمي فيلو، معلم معتمد من مايكروسوفت، ومعلم خبير من مايكروسوفت، ومعلم زميل من مايكروسوفت. أحيل لك الكلمة أستاذة أصيلة، وبالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس لحظات أستاذة أشارك الصوت الشاشة. تمام، فقط ضعيها في العرض. لحظات، أحتاج فقط مشاركة الصوت. أعيد مرة ثانية إن شاء الله. أنا سأحاول التحدث يعني بلغة واضحة، كون أن أغلب الحضور سيكون من بلاد المغرب العربي لله تعالى، وقد تكون لهجتي يعني غير واضحة بالنسبة لهم، وهذا صار وإن غيرت حديثي إلى اللهجة العمانية نبهوني إلى ذلك. ليس هناك مشكلة أستاذة أصيلة. تمام إن شاء الله. إذا واضح مشاركة الشاشة، فقط ضعيها في وضع العرض أستاذة أصيلة. تمام، الآن العرض واضح، لك تمام الكلمة. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا أشقائنا وعدنا أحبائنا في جميع الدول العربية. يسعدني أن أكون معكم الليلة في ورشة خفيفة بإذن الله تعالى، وعسى أن أقدم لكم وإن كان شيئا يسيرا بإذن الله تعالى أساسيات الماين كرافت. طبعا مثل ما قدمت الأستاذة إيمان ولا علا إليها، وهذه نبذة بسيطة إضافية مثل ما ذكرت ولن أعيدها مرة أخرى. بإذن الله تعالى نبتدئ. طبعا محاورنا ستكون بسيطة بإذن الله تعالى. سنتعرف على طريقة تحميل النسخة التعليمية، بما أن في كثير من المعلمين وأيضا إذا كان في حضور من الطلاب يسألون دائما عن كيفية تحميل النسخة التعليمية، وخصوصا أن هناك لبس ما بين النسخة التعليمية وبقية النسخ الخاصة بالماين كرافت. أيضا راح عندنا نسجل في الموقع الرسمي، كوننا نحن معلمين، الموقع الرسمي للماين كرافت. كذلك راح نوضح أهم الإعدادات، والإعدادات ما شاء الله كثيرة، ولكن نختار منها ما نشاء وما يتناسب مع عندنا العمل الذي سنقوم به أو العالم الذي سننشئه. سنتعرف طبعا على أهم الموارد والأدوات الموجودة في الماينكرافت قدر الإمكان، رغم أن الموارد ما شاء الله في الفترة الأخيرة هناك زيادة في الموارد التي تمت إضافتها إلى الماينكرافت. سنصمم عالم بسيط جدا جدا باستخدام سناخذ فيه الأساسيات وكيفية نبدأ بعملية التصميم، وفي النهاية تصميم العالم يرجع إلى من؟ إلى المعلم أو الطالب الذي يقوم بتصميم عالمه الخاص ويضيف إليها لمساته الفنية.
أيضا ما يهمنا نحن كمعلمين وبطريقة مبسطة كذلك، وستطلق لكم العنان للتفكير خارج الصندوق من أجل إضافة أنشطة تفاعلية بأسلوب متقدم لاحقا بإذن الله تعالى، أنشطة تفاعلية باستخدام برنامج الماينكرافت. هذه محاورنا، ونبدأ طبعا معكم بإذن الله تعالى. مثل ما أنتم عارفين الماينكرافت إديوكيشن إديشن هي هذه النسخة اللي راح نعتمد عليها عندنا في مشاريعنا وفي الترشح للمعلم الخبير بإذن الله تعالى، بما أن من المهارات المطلوبة وخصوصا للمعلمين الذين يترشحون لأول مرة للقب معلم مايكروسوفت الخبير. إذن هو عبارة عن نظام تعليمي قائم على الألعاب. طبعا الورشة راح ناخذ عندنا شق بسيط نظري وراح ننطلق عندنا للبرنامج بإذن الله تعالى. إذن هو نظام تعليمي قائم على الألعاب، فاللعبة طبعا شهيرة في أغلب دول العالم هي لعبة الماينكرافت، وبدأت تنتشر بصورة كبيرة جدا بين الطلبة وكذلك بين المعلمين. أهمية لعبة الماينكرافت، طبعا عندنا سنلاحظ، أنا اقتطعت بعض الأعمال البسيطة من أعمال في المدرسة وكذلك أيضا بعض أعمال الطالبات، فهي تشجع الطلبة على الإبداع. الماينكرافت تشجع الطلبة على الإبداع، مجرد أن نعطيهم الفكرة ما شاء الله ينطلقون ويفكرون تفكير إبداعي ويصممون عوالمهم بطريقة إبداعية. أيضا الماينكرافت سنلاحظ تشجع التعاون بين الطلبة. كيف صراحة تشجع؟ سنلاحظ طبعا هناك تعاون بين الطلبة في تصميم العالم، وإن كان يمكن هذه المشكلة التي يواجهها أغلبنا كمعلمين في الوطن العربي هو ضعف شبكة الإنترنت، بحيث لا يستطيع الطلاب البقاء لفترة طويلة في لعبة الماينكرافت مع معلمهم وزملائهم، ولكن في النهاية نحاول أن نوجد بعض الحلول. أيضا لعبة الماينكرافت طبعا تساعد على حل المشكلات في البيئة المحلية التي يعيش فيها الطالب ويوجد حلول مبسطة. طبعا هذا عندنا فكرة لإحدى الطالبات، وحسب طبعا كلامها هي أخذت بعض الدروس البسيطة وطلبت منهم أنهم يصمموا، وطلبت منهم أن تصميم أحد المعالم التاريخية والسياحية الموجودة لدينا في سلطنة عمان، وبالفعل قامت بتصميم أحد القلاع الموجودة في المحافظة. بس لا أعلم لماذا المقطع الفيديو لحظات أغلق الوضع عن الشاشة. طبعا هي على حسب هذه يعتبر أول عمل للطالبة. سأعيد مشاركة الشاشة بإذن الله تعالى. نفس المشكلة، الحمد لله. طبعا المقطع بدون صوت، مجرد أن الطالبة تتجول في العالم الذي قامت بتصميمه مثل ما هو ملاحظ معكم، عالم بسيط يدل على أن هذه الطالبة لأول مرة تقوم بتصميم عالمها الخاص باستخدام لعبة الماينكرافت. بدأت طبعا بتصميم الهيكل العام للقلعة، ووضعت بعض اللمسات الفنية الخاصة بها طبعا معتمدة على بعض الصور الموجودة على شبكة الإنترنت، ووضعت فيها مواقف للسيارات وجزء من الحديقة وكذلك بعض المباني الموجودة في القلعة. إذن هذا عندنا الهيكل العام، هذا طبعا جزء بسيط من أعمال الطلبة في هذه الفكرة اللي هو تصميم المعالم التاريخية. أيضا ننتقل لعمل، طبعا هذه الفكرة هي الأقدر بأن يقوم الطلاب بحل الأنشطة في لعبة الماينكرافت نفسها. مثل ما ذكرت احنا ممكن تواجهنا في الدول العربية مشكلة شبكة الإنترنت، ولكن نحاول قدر الإمكان أن نوجد لها حلول، وهناك طرق كثيرة للتوثيق. فمثلا طلبت من أحد الطالبات، طبعا هي ليست طالبة واحدة وإنما عندنا مجموعة طلاب، لكن طلبت من أحد الطالبات أن تقوم بتصوير مقطع فيديو وهي تتجول في العالم، وكنت أتابعها عن بعد طبعا من الجهة الأخرى. فطبعا عندنا هذه لعبة المتاهة، ما عليه المقطع الفيديو شوية قليلا تم تسريعه.
لأنه شوي قليل طويل، وتم تسريعه بحيث يوضح فقط كيفية دخول الطالبة ومع زملائها الطلاب إلى المتاهة وقيامهم بحل الأنشطة الموجودة في هذه المتاهة، وبعد ذلك طبعا عندنا تكون كمكافأة لهم في مراكز موجودة في نهاية المتاهة سنتعرف عليها إن شاء الله من خلال مقطع الفيديو الآن. إذا مثل ما شايفين في شخصيات كمبيوترية تطرح الأسئلة على الطلاب، كذلك أيضا في سبورات موجودة على الجدران وضعت فيها بعض الإجابات. طبعا تلاحظون أن في عدد من الطلاب موجودين في اللعبة وليس فقط طالبة واحدة، ولكن طلبت من طالبة واحدة أن تقوم بتصوير مقطع فيديو لعملها، وهذا طبعا عندنا إنجازهم باجتياز المتاهة يطلقون الألعاب النارية. هذه طبعا بعض الأفكار اللي قمنا بتنفيذها، أفكار بسيطة جدا ولكنها نحاول قدر الإمكان، وإن كانت بسيطة ولكنها نحاول قدر الإمكان أن تكون ذا فعالية في تعليم الطلبة. أيضا مؤخرا وطبعا العمل الأخير إن طلبت من الطالبات تصميم هو مصادر الطاقة المتجددة كحل طبعا لعدنا مصادر الطاقة الغير متجددة في البيئة المحلية، كوني طبعا عدنا السلطة تعتمد على مصادر الطاقة غير المتجددة فمحتاجين إلى اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة، فمعتمدين على بعض التصاميم طبعا ما عليه صوت الطاقة. أستاذة أصيلة طبعا عذرا صوت الطالب، أيوة انقطع ما عليه الصوت هو الآن صوت عاد الطالبة أيوة هو أنا ما انقطع الصوت بس لأن الطالبة تتحدث وصوتها واطي في التسجيل، فأنا أحاول أن أعلق عليها فقط. طبعا هي صوتها خفيف ولكن هي تصمم الحين مصادر الطاقة المتجددة، صممت منزل يعمل بالطاقة الشمسية. وهنا تشرح طبعا انها هي قامت بوضع فرن يعمل ايضا بالطاقة الشمسية. طبعا هنا تضيف عندنا في الفرن بعض الموارد على اساس وتنتج في النهاية عندنا حاجة تم طهيها باستخدام الفرن. وتنطلق طبعا إلى المحمية الزجاجية. إذا نستطيع أن نحصل على عملية التمثيل الضوئي عن طريق استخدام البيوت الزجاجية. أيضا هنا صممت طاحونة هوائية من أجل عندنا إنتاج الطاقة طاقة الرياح. هنا طبعا عندنا صممت حوض يعمل بالتوربينات لإنتاج الطاقة المائية. وترجع بعد ذلك إلى المنزل لكي توضح كيف تعمل الإضاءة باستخدام الطاقة الشمسية. إذا استخدمت عندنا عدة طاقات
استخدمت عندنا صممت الطاقة الشمسية، وضحت طبعا استخدامات في الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء للمنازل من خلال إضاءة المصابيح، استخدام الفرن الذي يعمل بالطاقة الكهربائية، أيضا استخدمت البيوت الزجاجية في عمل مشتل زراعي يعمل أيضا بالطاقة الشمسية، أيضا فكرت في عمل طاحونة للهواء لإنتاج طاقة الرياح، الطاقة الكهربائية عن طريق طاقة الرياح، وأخيرا طبعا اللي هو عمل التوربينات لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام المياه. إذا هذه بعض الأفكار اللي ممكن عندنا أن ينتجها الطلاب أو ينتجها المعلمين ويستخدموها ويوظفوها في العملية التعليمية. طبعا نأتي إلى الموضوع الهام جدا، تنزيل اللعبة، أطول فيها لأن الغالبية من المعلمين أو كعدد بسيط فقط منهم هم الذين يعانون من مشكلة كيفية تنزيل لعبة الماينكرافت. طبعا عندنا بنروح إن شاء الله بعد لحظات إلى الموقع وراح عندنا نقوم بعملية التحميل أو تنزيل اللعبة مباشرة من الرابط. طبعا الرابط موجود مع أستاذ إيمان، راح ترسله إن شاء الله إلكم. إذا من هنا راح يتم عندنا تنزيل لعبة الماينكرافت ومثل أي برنامج آخر يتم تثبيته باختيار اللغة، ومن ثم طبعا اختيار التالي أو نيكست حتى نهاية التثبيت، وبعد ذلك راح عندنا بعد لازم نتأكد أيضا من إصدارات البرامج، عفوا من إصدارات الأجهزة. فطبعا احنا الحين راح استخدم الجهاز يعمل بنظام الويندوز، فاذا عندنا النظام الاساسي لتحميل اللعبه هو استخدام عندنا اللي هو نظام الاجهزه التي تعمل بنظام الويندوز اللي هي اجهزه الحاسوب. ايضا نروح عندنا لاجهزه الابل، اجهزه الابل عندنا فقط اللي هو جهاز الماك اللي هو جهاز الحاسوب والايباد فقط، جهاز الهاتف لا يدعم تنزيل لعبة الماينكرافت، عشان في كثير من الأخوة والأخوات يسألون دائما هل أستطيع تحميل اللعبة أو تنزيل لعبة الماينكرافت على الجوالات. طبعا لا يمكن تنزيلها على الجوالات، فقط تنزل عندنا على أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية مثل عندنا الآيباد وأجهزة الكروم بوك. طبعا هذه عندنا نماذج وانا لا اعلم طبعا اذا كان في الدول بقيه الدول العربيه، ولكن الذي اعرفه ان هناك ايميلات خاصه بميكروسوفت وكل حسب امتداده، فعندنا في السلطنه هذه امتدادات، الاول امتداد الخاص بالمعلمين والثاني خاص بالطلبه، وكذلك بقيه الدول العربيه يحاولوا طبعا انهم يستخدموا الايميل الخاص بميكروسوفت، فهو الايميل طبعا راح يعطيكم صلاحيات كثيره في استخدام اللعبه وانها تكون كنسخه مجانيه تستخدموها بدل ما يتم دفع مبالغ ماليه، وطبعا على الاشتراك في لعبة الماينكرافت. إذا الأجهزة لعبة الماينكرافت لا تعمل على الجوالات أو الهواتف، فقط على الأجهزة الحواسيب وكذلك أجهزة الأجهزة اللوحية. وعدكم طبعا اللي هو أشهر نظام اللي هو نظام الويندوز، وأيضا عندكم الرقم 2 اللي هو الماك خاص بشركة أبل، وعندنا أيضا اللي هو رقم 3 الآيباد، وعندنا اللي هو رقم 4 وهي طبعا قليلة وإن كان بعض الأشخاص يستخدموها أجهزة كروم بوك. إذا هذه الأجهزة التي تدعم تنزيل النسخة التعليمية، ونركز طبعا أن نستخدم الإيميل الخاص بميكروسوفت ليس فقط الإيميلات الظاهرة على الشاشة، لأن هذه خاصة بسلطنة عمان، الإيميل الأول خاص بالمعلمين والإيميل الثاني خاص بالطلبة، وكل دولة لها إيميلها الخاص هو الذي نعتمد عليه. إذا إن شاء الله بعد لحظات راح نبدي وننتقل مباشرة للموقع، سواء طبعا كنت طلبتنا في مجموعة خاصة على متصفح إيدك، هذا عندنا المجموعة الخاصة بالماين كرافت النسخة التعليمية. طبعا عندنا مثل ما هو واضح احنا راح
نروح عندنا لهذه النسخة، وذاكنا لأول مرة ندخل للموقع عادي باستخدام متصفح إيدك أو متصفح جوجل كروم، ونكتب حتى وإن كان باللغة العربية أو ماينكرافت إديوكيشن إديشن باللغة الإنجليزية. طبعاً من أنا أدخل باستمرار فأحصلها في محرك البحث موجودة، أيضاً موجودة معي هنا وضعتها في المجموعة، جمعت أغلب الحاجات المتعلقة بموضوع واحد. ويفضل دائما بما أننا نحن نترشح للمعلم الخبير أن نوظف برامج وتطبيقات الميكروسوفت. إذا ننطلق إلى الموقع، مثل ما ذكرنا ما راح نعود للموقع مرتين، وسنذكر كل ما يتعلق بهذا الموقع. طبعا ننوه هنا ايضا لحد ما يفتح شبكة الانترنت والموقع الخاص بالماينكرافت. ركز طبعا عندنا لنقاط مهمة جدا، ان الماينكرافت لعبة تحتاج الى شبكة انترنت، وبما ان الان عندنا نستخدم التيمز زائد ماينكرافت بالاضافة الى برامج مواقع اخرى، فراح نحصل شوية بطء في شبكة الانترنت. ايضا من المعلومات المهمة جدا وانا استخدم لعبة الماينكرافت، لعبة الماينكرافت هذه اللعبة طبعا متعلقة بأجهزة الحاسوب، يعني إن كنت أنا أستخدم جهاز حاسوب بالمنزل وأعمل على لعبة الماينكرافت، يجب أن أقوم بتصدير هذه العالم أو هذا العمل الذي أقوم بالعمل فيه، وأحمله أو أضعه في وحدة تخزين أو على شبكة الإنترنت، كان أحمله على الوان درايف أو جوجل درايف. ولكن بما أن نحن الآن نترشح للمعلم الخبير، نحاول قدر الإمكان توظيف برامج وتطبيقات الميكروسوفت، وإذا نحفظ في التخزين السحابي الخاص بميكروسوفت وهو الوان درايف. إذا هذا عندنا الموقع الخاص ب عندنا أغلق هذه، هذا هو الموقع الخاص عندنا بالماينكرافت. طبعا احنا ذكرت مباشرة لو حصلنا فيه انا اقدر اكتشف واشوف بعض الحاجات كزائر بدء الاستخدام. اقوم هنا بتحميل، ما علي، انا مباشرة اللي يتم ترجمته للغة العربية. اذا اقوم بالضغط على تحميل، بعد الضغط على التحميل ستظهر نفس الصفحة التي قمت بوضعها في العرض التقديمي، وهي الأجهزة التي تدعم تحميل أو تنزيل لعبة الماينكرافت. أستاذة أصيلة، بعد إذنك. أي أستاذة أصيلة، تفضلي أستاذة. تجدون رابط الموقع في الشات. تمام إن شاء الله، شكراً أستاذة. أنا أحاول أتابع الشات عن طريق الجهاز آخر. إذن الحين أنا لاحظوا أن أول جزء أو أول جهاز موصبه من قبل عندنا شركة مايكروسوفت أو موقع عندنا الماينكرافت هو نظام الويندوز. على طول أضغط على كلمة تحميل أو تنزيل أو داونلود إذا كان باللغة الإنجليزية. خلاص؟ طبعا عندنا ايضا اذا حابين تتحققوا من الاجهزة وانظمة التشغيل الخاصة تقدروا تضغطوا على انقر للتحقق، ولكن اذا انتم تمتلكون نظام الويندوز زي ويندوز 10 وويندوز 7، لكن ويندوز 7 خلاص يعني شركة يعني الحين ما ممكن عندنا تحديثه او عندنا ترقيته، ف يعني تحديثه، ولكن عندنا مباشرة غالبة الاجهزة تعمل على الويندوز 10 والان الويندوز 11. إذا هذا أيضا الأجهزة الأخرى الموصى بها أو المتاح أن أنا أنزل فيها لعبة الماينكرافت، واضح مثل ما هو واضح في الموقع. خلاص، إذا هنا أيضا يقوم المعلمين إذا كانوا حابين أنهم يستخرجوا مباشرة الموارد التسجيل، بس أنا راح أنتقل للكروم لأن تسجيلي موجود على الكروم مباشرة بدون ما أسجل دخول مرة أخرى.
في هذا الموقع يستطيع المعلمين الحصول أولاً على شارة عضو في الموقع، كذلك معلم معتمد، وأخيراً منتور طبعاً اللي هو مدرب ماينكرافت. باستخدام طبعاً عندنا مجموعة من الاستمارات راح نتطرق عليها إن شاء الله، بس أنتظر الشبكة. لاحظوا أن التسجيل يجب أن يكون أيضاً بإيميل مايكروسوفت، ويفضل أن تستخدموا نفس الإيميل الموجود عندكم في موقع مايكروسوفت ليرن، لأن في ربط ما بين الحسابات. سأذكركم بموقف صار حدث لي بسبب عندنا شارة المعلم المعتمد من ماينكرافت. عذرا، كنت أريد أن أنتهي من موضوع أولا كيفية تسجيل المعلمين في الموقع لكي أنتقل إلى اللعبة مباشرة، ولكن شكل شبكة الإنترنت لا تسعفنا. طبعا مثل ما ذكرت هنا ثلاث شارات، شارة العضو، وعندنا الشارة الثانية اللي هي شارة المعلم مايكروسوفت، عفوا ماينكرافت المعتمد، وعندنا أيضا الشارة الثالثة اللي هو مدرب ماينكرافت. أيوة إن شاء الله، حاول أغلق أغلب الصفحات. عادي تنزيل اللعبة يعتمد طبعا على الشخص نفسه، عادي إذا أنا نزلت اللعبة على جهازي، جهاز ابني، ما في أي إشكالية أو في أي مشكلة، وأستخدم نفس الإيميل، ولكن انتبه إنه يكون الإيميل الخاص بمايكروسوفت وليس إيميل آخر، من أجل طبعا هناك اتفاقية ما بين وزارات التربية والتعليم وما بين شركة مايكروسوفت في أغلب الدول العالم، بحيث إنها تستخدم اللعبة بصورة مجانية. طبعا حسب المتصفح، إذا تستخدموا متصفح مايكروسوفت ايد او متصفح جوجل كروم
انتقلت مباشرة من إيدك إلى كروم بسبب طبعاً عدم فتح الموقع باستخدام متصفح إيدك. انتظر طبعاً نفتح إن شاء الله، وعذراً على التأخير. إذن أول ما نكون متواجدين على الموقع، واضح عندي الموقع بنفس الطريقة، عندي الإشارات الموجودة معي لحد الآن. طبعا بسبب مشكلة حدثت لي لحد الآن لم أقدم على المدرب، وإن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى. إذن هذه هي الإشارات، ممكن أنا أكون من أروح اللي هو My Classroom مباشرة، وإذا أريد أن أترجم الموقع مثل ما عارفين ترجمة إلى اللغة العربية. أما بالنسبة للمتصفحين فتختار عادي الترجمة تلقائيا، ويظل عندنا ترجمة الموقع بصورة تلقائية. الآن أنا ترجمت عندنا الموقع، الإشارات المهمة طبعا عندنا المهم جدا أن ممكن أنا أحصل على موارد وأتصفحها، وأخذ أفكار من هذه الأعمال الموجودة في الموقع الخاص بالماينكرافت. أيضا معكم اللي هو موضوعاتي، يعني تحاولوا قدر إمكانكم تملوا هذه الجزئية والجزئية الأخرى. وإذا حابين تتعرفوا حول الإشارات فنضغط طبعا المعلومات المتعلقة حول الإشارات. الإشارة الأولى اللي هي باللون البنفسجي إشارة عضو، أول ما تكتمل بياناتكم وتنتبهوا في مشكلة، يعني من خلال تجربتي إن لم يعطيني إشارة العضو إلا بعد ما أكملت جميع أجزاء ملفي الشخصي في الموقع، فأعطاني الإشارة الأولى. الإشارة الثانية طبعا تحاولوا، صحيح إن حاطين لكم فورم هني بحيث أنكم تلتحقوا بأحد الدورات، ومن فترة لاحظت على تويتر موجود، لاحظوا طبعا الحساب الخاص بالماينكرافت يوجد عندنا استمارة جديدة لكن ستنطلق لاحقا تقريبا في شهر أكتوبر، وستكون متأخرة. يمكنكم مباشرة الاطلاع على هذه المسارات، تقريبا 11 أو 12 دورة في موقع عندنا ليرن، وتنتهوا منها مباشرة. وبعد ما تنتهوا من المسار وتظهر لكم، راح انتقل إن شاء الله إلى موقع ليرن، راح تظهر معاكم هذه الإشارة، وستأخذ فترة من الوقت حتى تنتقل من موقع مايكروسوفت ليرن إلى موقع عندنا الماينكرافت، فراح تأخذ عندنا فترة من الزمن. طبعا المشكلة التي حدثت معي إن طبعا تأخرت كثيرا ظهور هذه الإشارة، ولجأت إلى أن أتواصل معهم عن طريق الإيميل، وظلت تقريبا فترة طويلة حتى حصلت عليها. عندنا المنتر ممكن عندنا أنتقل مباشرة للاستمارة وأضغط على الاستمارة. ممكن أيضا أشوف عندنا أو أنظر إلى جميع الموجهين الموجودين على مستوى العالم عشان أستفيد منهم. في هذه الاستمارة راح يطلب منك بيانات وأيضا مقطع فيديو بسيط جدا يرفع على الفليب جريد، طبعا توضح فيه دورك اللي راح تلعبه وخطتك المستقبلية كيف راح توظف الماين أكرافت. طبعا المالية الاستمارة لكن غير مكتملة، وينقص عندنا إضافتها وإضافة جميع هذه المعطيات، وبعد ذلك في النهاية لا أنسى أن أنا أسجل مقطع فيديو على الفليب إجريد، وأضع طبعا عندنا اللي هو الرابط هنا، وبعد ذلك أعمل إرسال. طبعا مع التعهد هذه هي الاستمارة مهمة، تأخذ وقت لحد ما تظهر النتائج، تقريبا باقي يومين على النتائج الثانية، شهر ماي نهاية شهر عندنا 6، وأيضا تقريبا في شهر ديسمبر شهر 12 تظهر النتائج. هذه طبعا حسب معلوماتي، لكن مثل ما ذكرت أنا جربت أرسل سابقا، ولكن بسبب مشكلة لم انتبه لها هو عدم وجود إشارة المعلم المعتمد. المسار موجود عندنا في مايكروسوفت ليرن. إذا هذا بالنسبة للموقع، وبالنسبة طبعا عندنا للاستمارات الخاصة بالماينكرافت. وطبعا عندنا الإشارة الأخيرة اللي هو إشارة المنتال الموجه العالمي للماينكرافت، راح توصل على الإيميل
الخاص، وتنتبهوا طبعا للايميل الموجود هنا نفس الايميل يكون في مايكروسوفت ليرن، بحيث انه يحدث تزامن بين الشراء الموجوده في مركز عندنا ليرن او مايكروسوفت ليرن، وما بين عندنا موقع الماينكرافت. هذا بالنسبه للموقع، فاذا عندكم اي استفسار متعلق بالموقع على اساس انتقل مباشره للبرنامج. إذا نفس الحساب لكن يفضل، لأن هذه اتفاقية ما بين الوزارات، فدائما يؤكدوا أن نستخدم حساب مايكروسوفت. حساب مايكروسوفت تقريبا في شهر مجاني يعطى، وبعد ذلك لازم ندفع مبالغ إذا راح أستخدم إيميل غير إيميل المايكروسوفت. هذا بالنسبة للموقع، وراح أنتقل مباشرة الآن إلى وين؟ إلى لعبة الماينكرافت. خلاص؟ إذا عندنا لعبة الماينكرافت، أنا راح أرجع من البداية بعد ما أنا حملت لعبة الماينكرافت وعندنا ثبتها على جهازي، فأنا لازم أرجع مرة ثانية وأسوي سنت لحظات فقط وأغلق اللعبة. وعندنا لاحظوا أن الحفظ يتم في اللعبة القائمة بعد ما أنتهي من العمل، أحفظ وأخرج من اللعبة. طبعا مثل ما ذكرت سابقا انها تحتاج الى شبكة انترنت. بالنسبة للموقع ايوة مهم جدا، بالنسبة للمعلم المعتمد لا ما محتاج استمارة. الاستمارة اذا كنت راح التحق بتدريب مباشر، لكن انتم تقدروا تنتهوا من المسارات بدون الالتحاق بالتدريب المباشر، لان الدورة في ليرن هي باللغة العربية. باللغة العربية اذا اول ما ادخل الواجهة راح تكون بهذه الصورة. طبعا عندي اول حاجة تشغيل، وطبعا عندنا المستجدات اللي راح تضاف، وهني طبعا في فترة في شهر ديسمبر تضاف عندنا اللي هو ساعة البرمجة وورد اوف كود، وهني طبعا عندنا راح يكون اللي هو الاعدادات. وعندنا اذا انا راح اخرج من هذا الحساب وادخل بحساب اخر، لكن اذا راح استخدم نفس الجهاز فأنا من وجهة نظري إن ما في حاجة، ما في داعي إن أنا أدخل من حساب إلى حساب آخر، إلا إذا كان عندي ابني طالب في المدرسة والمعلم يريد أن يدخل معه بحسابه الشخصي، لأن الأعمال تنحفظ في الجهاز وليس على شبكة الإنترنت. إذا جميع الأعمال التي أصممها تنحفظ في الجهاز، لذلك إذا غيرت الجهاز راح تنحذف جميع الأعمال اللي قمت بتصميمها. أما إذا بدلت الحساب من حسابي إلى حساب شخص آخر فراح عندنا تظهر نفس الأعمال. هذه اللي تشبه عندنا علاقة الملابس، أنا ممكن أضغط عليها إذا كنت أريد أستبدل الشخصية أو أختار شخصيتي اللي أنا أريدها تمثلني في لعبة الماينكرافت. طبعا أنا ممكن الطالب أو عندنا المعلم يختار الشخصية القريبة منه، فلو افترض عندي أنا راح أغير لهذه الشخصية مباشرة كومفورت، وتظهر عندي مثل ما ملاحظين الشخصية اللي تمثل اسمي. راح ننتقل عندنا للإعدادات. طبعا هذه الإعدادات هي إعدادات عامة للعبة، الفيديو يعني إذا أنا أريد كيف تظهر الشخصية، الأصوات طبعا لعبة الماينكرافت فيها صوت موسيقى مزعج، أنا عشان كذي في أثناء الورش صعب إنه التوافق ما بين الموسيقى وما بين الحديث، لذلك يعني مستوى الصوت يجب أن يكون شوية قليل. أيضا لحظات اللغة، طبعا اللغات توجد عندنا لغات كثيرة، لكن مع الأسف لحد الآن لا توجد اللغة العربية، في الأقرب نستخدمها باللغة الإنجليزية، لكن إن شاء الله هي واضحة مجرد هذه الإعدادات العامة. راح نضغط على أبلي، أول ما أضغط على أبلي راح تظهر هذه النافذة. إذا أنا أريد اللي هو إنشاء عالم جديد وراح نتطرق عليه إن شاء الله بعد لحظات، راح عندنا أضغط كرييت نيو يعني إضافة عالم جديد.
مثل ما لاحظت المقطع الفيديو الثاني كان الطلاب موجودين معي، إذا أنا حابة يكون الطلاب موجودين معي في العالم فأعطيهم اللي هو رمز للدخول إلى العالم، فبختار لهم مثلا رموز معينة بحيث لما أرسل لهم رابط اللعبة يستخدموا نفس الرموز، أستطيع أن أغيرها وأحذف الرموز وأختار لهم رموز أخرى. أيضا إذا كنت أنا حملت عالم من موقع مثلا الماينكرافت أو عندنا أرسل لي من قبل زميل، فعندنا أستورده أمبورد، طبعا أول ما أضغط ما موجود ينقلني مباشرة إلى المكان اللي أنا حملت فيه العالم. طبعا الحين ما في عندي عالم محمل، ولكن هذه نتطرق لها الحين، راح ينتقل لي إلى داونلود في جهازي مباشرة، وإذا كان في عالم أنا أضيفه مباشرة إلى اللعبة. الحين طبعا ما في عندي عالم، فراح أغلق هذه النافذة. في هذا الجزئية طبعا اللي هو يعني أنا أشوف العوالم الموجودة في View My Words، يعني معناتها العوالم الخاصة بي. هذه العوالم الخاصة بي مثل ما ملاحظين أيضا ظهرت لنفس الأيقونة السابقة إذا أنا أريد أضيف عالم جديد. طبعا عندي يمكن راح تشوفوا هذه المربعات، هذا راح مستخدمة فيها اللغة العربية، عنوان يكون باللغة العربية، ولكن بعد التحديث الأخير اللي صار تقريبا من 4 أو 5 شهور للماينكرافت تغيرت اللغة، لكن ممكن أن أعيد مرة ثانية تعديل هذه العوالم. أنا لو ضغط على هذا العالم وأنا ما أريد الحين أضغط عليه، راح بس نروح بعد لحظات إن شاء الله، فعندي اللي هو أسوي عندي عالم جديد أو أعمل عالم جديد، أختار عندي new لاحظوا أن نفس تقريبا الإعدادات السابقة مع إضافات بسيطة، هني تظهر عندي العالم. أضيف عندي الاسم العالم طبعا سيرفايفل اللي هي طبعا العالم يكون محدود، وهذا يفضل بعد ما أنهي العمل بالكامل، وما أريد الطلاب يعني يقوموا بعد ما أرسل العمل للطلاب إنهم يكسروا أو الطيران أو غيره، فأختار عندنا سيرفايفل بحيث يكون محاولات الطالب محدودة، لكن إحنا نريد تكون في الوضع الإبداعي اللي هو كرياتيف، فهذا اللي هو اللي راح نشتغل عليه. طبعا راح هني الحين أحطيه افتراضي، راح نعرف كيف راح نكتبه باللغة العربية أو ممكن تكتبه باللغة الإنجليزية. طبعا ما راح أضيف هذا العالم لأن في عالم خاص أنا حاطت إنه بحيث إنه ما أزحم جهازي بكثير من العوالم، لأن أختار عندي إفلات، والإفلات عالم واسع في أي مكان أستطيع أن أقوم بالتصميم. طبعا مستوى اللعبة إذا كنت مبتدئة فأختار عندي اللي هو إيزي، حطونه في المستوى البسيط. ما جميع الإعدادات أنا يصير إني أنا أغيرها، يعني أحطيها افتراضية مثل ما هو واضحة. عندنا اللي هو أنا كزائر محرر زائر، طبعا عندنا هذا اختيار، لكن أنا كزائر دائما نحطيه ممبرز. هني عندي أختار إذا حبي متضرس مثل هذا اللي في الصورة، وولد اللي هي متضرس يعني بصورة كبيرة جدا، لكن أفضل دائما إذا كنت عالم مسطح اللي هو تختاروا الخيار الأول إفلات. حطوا طبعا الإحداثيات، هذه الإحداثيات بحيث إنها تظهر معاكم بصورة مستمرة. أيضا من أهم الإعدادات اللي موجودة في هذه المنطقة عندنا اللي هو دورة اليوم، إذا حابين دورة اليوم شغلوها، إذا ما حابين هيكون نهار تنغلق. أيضا اللي هو ظهور الحيوانات بطريقة عشوائية، أنا ممكن أغلقها إذا ما حاب، إذا العالم الخاص بي ما محتاج إلى حيوانات، لكن إذا كنت محتاجة إلى حيوانات فيفضل تفعيلها، لأن لو حاولت إضافة أي حيوان أنا ما أستطيع إضافة هذا الحيوان إلى العالم، فلذلك فراح أحطيها مفتوحة لأني أحتاج أحياناً إلى حيوانات. هذه طبعاً أهم الإعدادات، ونفس الكلام بالنسبة لكلاس روم، نفس الإعدادات الخاصة بالفكتوري بلاي أو عندي اللي هو هوست. هوست معناها هني تشغيل، وهني معناتها أن أنا أرسل العالم أو الدخول إلى العالم للطلبة.
بس مثل ما ذكرت أنا لما انتقل من مكان إلى آخر تحتاج إلى شبكة قوية. أنا أحاول أن أتحدث ببطء شديد بحيث أن أخاف أتحدث بصورة سريعة ويكون صوتي أو الكلمات التي أقولها غير واضحة. إذا انتظر قليلا حتى تفتح هذه الصفحة. أستاذة أصيلة، إلى أن تتضح أيوة الصفحة هناك تفضلي من أستاذة. طرح سؤال، هناك أيوة ما من هو سألك هل السؤال؟ يمكن المتابعة وتطبيق المراحل من خلال الهاتف المحمول، لأنها لم تستطع الدخول للتطبيق أعتقد من الحاسوب، لم تستطع الدخول من الحاسوب. بالنسبة للمتابعة أيضا نستطيع متابعة عن طريق الهاتف، لكن التطبيق مثل ما ذكرت يجب أن يكون لدي جهاز حاسوب أو آيباد أو جهاز كروم بوك. إذن الحين أنا موجودة في العالم، لاحظوا عندنا وجدت الحين في العالم، بس راح أتطرق لمجموعة. هذا عندنا العالم فضاء، ولو أنا ارتفعت طبعا أنا برتفع للأعلى، هني في هذا العالم، العالم الإبداعي، أنا أستطيع الطيران وأكون عندي في منطقة بعيدة. راح أتحدث كيفية نقوم بهذه الحركات. أنا عندي العلامات المرشدة الحروف في جهة اليسار على الجهاز، ممكن أغلقها عن طريق الضغط على حرف H من لوحات المفاتيح، لكن بما أني مبتدئة ولا أزال محتاجة إلى لوحات إرشادية للعمل، فأحاول قدر الإمكان في بداية عملي أن أظهر هذه اللوحة، وإن كانت طبعا وجودها يعني يأخذ مساحة من الشاشة. خلاص، فإذا إذا أريد الرجوع مرة أخرى، لاحظوا أنا الحين في وضعية الهوست، يعني أريد أن أرسل رابط العالم للطلبة. أنا ضغطت ليس لم أضغط على بلاي وإنما ضغطت على هوست. فإذا عندي مستطيع أن أغير هذه الرموز التي ذكرتها سابقا بهذه الطريقة، أقوم بتغيير الرموز إذا كانت صعبة بالنسبة للطلبة وخصوصا الصغار. أيضا عندي اللي هو أعمل شير سواء عن طريق التيمز أو على طريق كلاس روم أو عن طريق اللي هو الإيميل، أو ممكن أنسخه وأرسله لكم في الدردشة، لكن يحتاج أن يكون معي نفس الدوميت الخاص بالوزارة عندي في سلطنة عمان، نفس الإيميل اللي أنا أستخدمه حاليا في الشرح، فلذلك راح يكون في صعوبة في عملية الدخول. إذا أنا خلاص توقفت وما أريد الطلبة يكونوا متواجدين، مجرد أضغط على ستوب ومباشرة أنا أخرج جميع الطلبة، يخرجوا من الماينكرافت، ما يظل عندي ولا طالب، فبذلك أنا أكون أخرجتهم. هذه في وضعية شو؟ في وضعية اللعبة. أيضا تظهر معي هني لما أضغط على المفتاح من لوحة المفاتيح لإغلاق الرجوع للخلف، فمعي عندي اللي هو يعني أنتقل إلى لوحة اللعب مرة أخرى أو التشغيل. عندي أيضا السيتنج إذا أريد أخرج من اللعبة أحفظ وفي نفس الوقت أخرج، يعني لازم أنا أضغط مباشرة على حفظ ثم خروج من اللعبة من أجل حفظ جميع الأعمال. إذا أرجع وأضغط على هذه المنطقة. طبعا عندنا هذه الألعاب ممكن عندي أتطرق لها توضح لي كيفية اللعب في اللعبة. خلاص أرجع مباشرة، لاحظوا على الأرضية يوجد هذه البلوك، هذه الإشارة اللي هي الإشارة مثل ما واضحين، يعني معناتها أنا في هذا المربع، أنا أتحرك بهذه الصورة، بمعنى أن أنا في هذا المكان. خلاص راح نوضح بعض الحاجات. إذا أريد أن أتقدم للأمام أضغط على حرف W، وطبعا واضح في الشاشة وما راح أتطرق عليها كثير إن شاء الله، لأن من خلال حديثي راح عندي نذكرها بإذن الله تعالى. لاحظوا عندكم في أسفل الشاشة عندي تسعة مربعات، هذه عندي المربعات
اسميها بارت. بارات عندنا أضيف فيها الموارد أو الأدوات اللي راح أستخدمها في التصميم. يجب أن يكون عندي إذا بشاشة اللمس بتكون أسهل، مجرد راح أستخدم عملية اللمس، ولكن إذا كان شاشة الجهاز الحاسوب عندنا محتاجة إلى ماوس أو فأرة، فلاحظوا طبعا عندي أنا أتحرك بهذه الصورة. إذا أريد أن أهدم فأنا أضغط على الزر الأيسر، إذا أنا أقوم بالهدم. لاحظوا الهدم في نفس النقطة التي أقوم بها في هذا المكان. إذا أنا الحين هدمت هذه الجزئية خلاص. إذا أريد عندي بناء لازم أنا أختار أضغط على حرف E اللي هو راح يظهر للإنفنتوري، وفي هني بلوك أو عندي هذا العشب مهم جدا إن أنا يكون معاي موجود في حالة إن حدث خطأ وأريد أصلح الخطأ أضغط بالماوس بالزر اليمين. إذا الحين أنا صلحت التربة بحيث إنها تكون متساوية ما فيها أي خلل أو أي عندنا مشكلة. لاحظوا على اليسار، على اليسار في الشاشة توجد إحداثيات والشخصية المكان اللي أنا موجودة فيه. خلاص إذا هذا عندي اللي هو البناء. طبعا عملية البناء سهلة، ما محتاج إن أنا أختار الأدوات مثل ما ذكرنا راح نبني عالم، بس عشان ما أنا ما أطول عليكم كثير أنا صممت بعض الحاجات الموجودة في العالم الخاص بي، فهذا هو راح أخرج من هذا العالم وأرجع عندي للعالم اللي راح نشتغل عليه. طبعا الحين العالم أنا افترض أن هذا العالم أنا فتحته وما حابة أني أحتفظ فيه، فراح نوضح فيه من خلال عندنا طبعا هذه قبل أن ننتقل لهذه الجزئية اللايبرري اللي هو المكتبة، وتقدروا تفتحوها تتصفحوا فيها مجموعة من الدروس، وأيضا تقدروا تعدلوا في هذه الدروس على حسب إمكانياتكم ورغبتكم في التعديل، لكن بدون المساس بالتصميم الخارجي للعالم. لاحظوا إذا هذا هو العالم اللي أنا كنت أشتغل فيه منذ لحظات، وظهرت نفس النافذة. لما أضغط عليه ضغطة خفيفة تظهر عندي تشغيل، تظهر معاي اللي هو هوست اللي هي الطلاب يدخلوا معاي في نفس اللعبة، راح تظهر معاي اللي هو الإعدادات السيتنج، وراح تظهر معاي الخيارات الأخرى. عندي اللي هو الرجوع للخلف باك، وعندي أيضا ممكن أعمل نسخة. فائدة النسخة إن أنا إذا كنت أريد أعمل على نفس العالم وقمت بتصميم عالم وأريد أرسل هذا نسخة من هذا العالم للطلاب، فأكون محتفظة بنسخة أخرى ونسخة ثانية تكون مع الطلبة، بحيث إن يكون عندي نسختين كنسخة احتياطية. اللي هو تصدير إكسبورت، طبعا اللي هو تصدير العالم، إن أنا لما أشتغل على جهاز آخر فأحتاج إني أعمل على نفس العالم فأقوم بتصديره ومن ثم حفظه في أحد وسائط التخزين وأنقله إلى الجهاز الآخر كالجهاز الموجود في العمل أو الجهاز عند زميل آخر يعمل على نفس العالم، أو أرفعه على أحد اللي هو التخزين السحابي. حذف، وإذا أنا ما محتاجة لهذا العالم فهذا العالم أنا غير محتاجة إليه راح أسوي له حذف. مثل ما ذكرنا هذا هو العالم الذي أعمل فيه وراح نشتغل في هذا العالم. طبعا هذا العالم بمثابة عالم تدريبي، مثل ما قلنا اخترنا فلات، وفلات يعني معناتها عالم واسع، أنا أستطيع أن أصمم في أي مكان من هذا العالم وأنتقل من منطقة إلى منطقة أخرى بحيث يكون بمثابة تدريبات أو بمثابة إن أنا أتعلم في حاجة جديدة. وما شاء الله الماينكرافت يعتبر بحد نفسه عالم لا محدود، فكل يوم نتعلم حاجة جديدة منه ونستفيد من تجارب الآخرين من خلال متابعة الدروس. إذا هذا عندنا العالم مثل ما هو واضح، وهذا عندي بعض التصاميم السابقة. مثل ما قلنا هذا العالم الإبداعي، أنا أستطيع الطيران والتحليق إلى مسافة بعيدة في الجو وأنظر على الأفق البعيد وألاحظ العالم واسع وممتد، أستطيع أن أصمم فيه ما أشاء. إذا هذا عندنا التصميم العالم.
كنت أعمل منذ لحظات في هذا المنزل، ولكن ليس منزل جديد، فبنلاحظ طبعا عندنا نحاول قدر الإمكان نصمم حاجات بسيطة. إذا هذا هو عالمنا البسيط، وإن كان في بعض التخريبات وبعض عندنا الحاجات الغير كقطع الأشجار وغيره من الظواهر، سلاسل جبلية، أيضا هنا عندنا براكين، نستطيع التصميم طبعا بعضها للتدريب وبعضها مثل ما ذكرنا نستطيع التجول، وهذا عندنا بعض السدود ونحن نتجول. متى نشاء نتدرب على حاجة جديدة نستطيع التدرب عليها. إذا حطونا ننتقل ونرجع عندنا للموقع الذي نحتاج إليه. طبعا ما راح أتطرق لجميع الموارد، فعندنا الحرف إي، هذا حرف إي. إذا أردت المباني أو الشكل الخارجي للمبنى فأضغط على هذه الشكل على شكل الجدار، فراح عندنا تظهر لي موارد عديدة، بس مجرد أني أضغط على علامة زائد الموجودة فراح تنفتح عندي نفس المورد ولكن بأشكال وألوان مختلفة. إذا كنت محبي الحرب ومعدات القتال فيوجد عندي هنا في هذا الجزء كل ما يتعلق بالقتال والفاسات والرماح وغيرها، ولكن طبعا عندنا الأثاث الداخل المنزل ننتقل عندنا هذا الشكل على يشبه شكل السرير، ونلاحظ عندنا أشكال متنوعة من الإضاءات والسبورات وبعض الحاجات اللي راح نستفيدها في تزيين المنزل. عندنا كذلك الأدوات الزراعة، وأدوات الزراعة عديدة مثل ما ملاحظين عندنا التربة وغيرها، وأيضا مثل ما ملاحظين يوجد عندنا مجموعة من الحاجات الإضافية اللي ممكن نستفيد منها. طبعا ما أقول أن أعرف جميع استخدامات هذه الموارد، ولكن سنأخذ نماذج من هذه الموارد ونبدأ عندنا العمل بها. خلونا نبدأ العمل. فإذا مثل ما ذكرت عندنا هذا المبنى وهو خلاص مبنى جاهز، ما راح أتطرق عليه كثير لأن راح نبني بعد لحظات مبنى آخر باستخدام البرمجة. فلو رحت عندي للمبنى فلاحظوا عندي هنا مثل الشخصية راح نصممها بعد لحظات، اسمها فاطمة. فاطمة تقولهم السلام عليكم، كيف كتبنا هذا باللغة العربية أستاذة ونحن البرنامج لا يدعم اللغة العربية؟ راح نعرف بعد لحظات ليش احنا استخدمنا هذه الشخصية. أيضا لو رحت للأعلى فمحتاج إلى بعض الأدوات، لاحظوا أنا ضغطت الحين بالزر اليسار أنا حطمت المبنى، فمعنى ذلك أنا أروح للإنفنتوري وأختار باب جديد وأشوف عندنا من الأبواب، لكن انتبه الأبواب الحديدية ما تستطيع أن نفتحها بسهولة، محتاجة إلى برمجة فبتحتاج إلى برمجة. إذن أنا راح أضيف الحين الأبواب لهذا المنزل، لاحظوا أنا راح أضيفه بحيث أنه يكون بوضعية. كيف أنه أدخل؟ هذا أدنى دخلت لكن وضعية غلط، فإذا أرجع مرة ثانية وعلى أساس ينفتح الباب بطريقة صحيحة فأكون متواجد. أيضا بعد خطأ أيوة الحين بطريقة صحيحة خلاص. إذا المنزل يحتاج إلى أثاث، طبعا الأثاث ما يوجد عندي في الإنفنتوري أثاث، فماذا أفعل؟ أنا أصمم الأثاث لوحدي، أصمم الأثاث لوحدي. كيف أصممه؟ أختار عندي جميع من الأدوات الموجودة، فلنفترض أن راح أختار هذا الشكل، هو سلم في الأساس، ولكن سأقوم بتصميم كراسي والطاولات باستخدام هذه الجزء. أختار أيضا هني أيضا أخشاب، أختار هذه الخشبة اللي هو نص بلوكة، فإذا عندنا الحين اخترت أجزاء معينة. فحطوا لنا مثلا عندنا راح نعمل، بس لأن الإضاءة ضعيفة جدا في الداخل فحطوا لنا ناخذ على جنب هني ونعمل عندي طاولة، هذا عندي هذا عندي الكرسي وهذا الكرسي الآخر،
أنا ممكن عدنا أعمل بهذه الصورة، ما أريد لحد هني، أنا أكمل في الجهة الأخرى بهذه الصورة. إذا عملت أثاث، وهذا عملت أثاث كراسي باستخدام السلالم، أريد أعمل في هذه الجهة طاولة عذرا، فإذا أنا أستخدم مثلا هذه أرجع للقلب باستخدام الحرف S، بس عشان تكون في المنتصف. القلب باستخدام الحرف S، أنتقل لليمين باستخدام الحرف D. فإذا الحين أنا عملت كأثاث بسيط للمنزل، طبعا المنزل مساحته صغيرة فعشان كذي نحس إنه هو ضيق. على السريع، فإذا هذا عندي اللي هو الطاولة، أريد على الطاولة تكون عندي مزهرية، فأروح كمثال، طبعا أنا ما بس مجرد عندنا على طريقة سريعة، أروح عندي للأثاث الداخلي وفي عندي هذا شكل المزهرية، مجرد إني أنا أسحبها وأروح لأدوات الزراعة وأختار مثلا الزهرة، فلنفترض أختار هذه الزهرة اللي باللون الأحمر، فإذا أضع وأضع بعد ذلك المزهرية، وهكذا أنا أنتجت ماذا؟ أنتجت مثل ما ملاحظين طاولة مع كراسي. طبعا الأسرة موجودة، الأسرة موجودة، وممكن عندنا نستخدم الأسرة الموجودة، بنكتب إذا ما حافظين أماكنها عادي، إذا عارفين المكان ما في أي إشكالية فراح نكتب سرير. أردت أي لون من هذه الأسرة، فنختار هذا اللون عشان يكون متناسب، بس المكان صار جدا ضيق، ما مشكلة. يمكن عشان الخشب، لحظات، أيوة، هذا عندنا سرير نضاف، يكفي سرير واحد، وعندي أيضا ممكن أضيف الإضاءة الداخلية، هذا عندنا أشكال مختلفة من الإضاءة، حطيت أنا حاطة إضاءات، أيوة، أغير الإضاءة، أحط إضاءة أخرى، فلنفترض أنا أريد هذه الإضاءة الزجاجية، طبعا في عندنا أنواع أخرى من الإضاءات. فأروح أنتقل للأعلى وأضيف إضاءات بهذه الصورة بحيث أنها تكون الإضاءة واضحة جدا داخل المنزل. عاد على راحتكم تصميم الإضاءات، بس احنا كذي على السريع عشان الإضاءة. بحيث انها تكون الإضاءة واضحة في المنزل بصورة كبيرة. إذا الحين إضاءتنا واضحة، أنا محتاجة إلى مرايا، المرايا ما موجودة في الإنفنتوري، ماذا أفعل؟ فأنا أنتج بالمراية، أنا أقدر أخرج خارج المنزل على أساس ما يصير أي إشكالية وأنا أقوم بعملية التصنيع. هذا عندنا أنا خرجت خارج، لاحظوا يمتلئ، فنلاحظ، فنختار عندنا أدوات معينة، فأنا ممكن أن أصنع أي أداة، وتستطيعوا عندنا الرجوع إلى بعض المصادر وما شاء الله تقدروا تستفيدوا منها، فراح نختار مثلا أداة التصنيع لومن، هذا عندنا أداة التصنيع اللي أراه أستخدمها. الأدوات اللي ما أريدها خلاص أرجعها مباشرة إلى مكانها في الإنفنتوري. أنا جهزت المبنى على أساس ما ناخذ وقت كبير. خلاص أيضا أحتاج إلى عندي أدوات أخرى، مثلا مثل هذا الستار، ما أعرف شو اسمه بالعربي، لكن بنختار مثلا هذا الستار،
لا على شكل ستار، ممكن أي لون من الألوان. حطوا ناخذ عندنا ألوان عديدة. أيضا محتاجة إلى لون بحيث إنه يعطيني ألوان، فمثلا نختار اللون الأسود بلاك. لحظات أفضل نكتب لون. أيوة ظهرت عندي مجموعة ألوان، فبنختار مثلا اللون الأسود، فاحتياطي بختار لون آخر عشان بس نشوف كيف راح يظهر. هذي بلاك، نختار اللون الأبيض ونبدأ عمل التصنيع. إذا نفترض عندنا راح إذا هذا عندي الأداة ضفتها بالضغط، طبعا هي ما كانت ظاهرة لأني كنت على ارتفاع عالي، ما ظاهر المربع الموجود على الأرض، لازم يظهر المربع الموجود على الأرض. إذا ما ظهر المربع الموجود على الأرض فمن الصعوبة إني أنا أدرج الأداة. الحين راح أضغط، لاحظوا راح تظهر لي عندي مثل المعمل، فراح مثلا أختار عندي هذا اللون الأبيض، وراح أختار لون أسود، فنشوف عندنا أي اتجاه حابين يكون شكل المرأة. فإذا عندي بعد ما ينتهي وهذا عندنا شكل المرأة اللي أنا أريدها، أسحبها في الإنفنتوري وراح تظهر معاي. هذا عندي ظهرت، وعندي أرجع للمنزل وأضيف عندي المرأة في أي مكان أنا أريده، ظهرت بهذه الصورة. طبعا تقدروا تختاروا ألوان مختلفة من المرايا، فعندنا بأي شكل من الأشكال. خلاص إذا هذه أشكال، وأيضا أنا ممكن أرجع مرة ثانية وأصنع مرأة أخرى بألوان مختلفة، وأغير عندي نفس الأداة تكون موجودة. بعد ما أنتهي منها مباشرة شو أعمل؟ أحذفها من الأرض، فراح مثلا أنقل اللون الوردي، وراح أنقل طبعا أنا كنت عاملة واحدة هني باللون الأزرق سابقا، وأيضا راح أختار اللون مثلا الأبيض. إذا هذا عندي اللون، وأسحب المرايا أو أغيرها حسب الاتجاه اللي تريدونه وتشوفوه مناسب. شوفوا عندكم أي اتجاه طبعا عندكم تحتاجوا يكون بهذه الصورة. بعد ما تنتهوا تسحبوها وتقدروا تستخدموها كمرأة. بعد ما تنتهوا تقوموا بحذف هذه الأداة لأن لا نحتاج إليها. هذه طريقة من الطرق التصنيع اللي ممكن نعملها في الماينكرافت. الحين طبعا عندنا راح ننتقل كيف راح نصمم منزل باستخدام البرمجة، بسيط ولكن أنتم تستطيعوا أنكم تصمموا بصورة أوضح معاً. كيف انتقل للبرمجة؟ إذا عندنا لو لاحظتوا أنا أطير أضغط على مفتاح سبيس، أنزل عندي مفتاح اللي هو شيفت، أنا أريد اللي هو أنتقل الكود بندر، فأضغط على حرف سي، فأنتظر قليلا لأنه يحتاج إلى وقت، لأن جناح البرمجة أو جزء البرمجة. إذا هذه ظهر معاي البرمجة. بنبدأ عندنا بحاجة بسيطة، راح نكتب كلمة عندنا باستخدام البرمجة، فلنفترض بنكتب الماينكرافت، وبعدين إن شاء الله راح ننتقل ونصمم مثل ما قلنا منزل، ولكن منزل بسيط جدا. بس القسم البرمجة بحتاج طبعا اللي يعتمد على لغة الكود، أنا بحتاج اللي هو اللغة البسيطة بلوكست، لكن ما شاء الله في عدد من المعلمين ممتازين جدا ويحبوا البرمجة بصورة كبيرة جدا، أكيد راح يبدعوا وإبداعاتهم تكون أفضل مما قدمنا اليوم في هذه الورشة.
بالنسبة لدى الإيميل مايكروسوفت لم يقبل اللعبة، حاول مرة أخرى التواصل مع المسؤول في الوزارة وشوف شو المشكلة، لأن اللعبة مفتوحة بحسابات مايكروسوفت. بس ننتظر عندنا تحميل قسم البرمجة. هذا ظهر معكم الوكيل اللي راح يقوم بجميع المهام عنكم إن شاء الله. طبعا في هذا القسم بتحصلوا في موقع باللغة العربية، لكن بأمانة لا احتلال مستطع كيف استيراد هذا العالم. إذا قدرتوا عندنا تعملوها إن شاء الله. طبعا هذه قديمة أنا ما أريدها، مجرد تدريبات، فنقدر عدنا اللي هو نحذفها. الحين راح عدنا ناخذ نيو بريجر، ترى يعني مشروع جديد. ومثل العادة طبعا عادة تسمونه بأي اسم انتو تحتاجونه، فأنا راح أكتب بس حرف A عشان سريع بدون ما أكتب اسمي. البعض يتضايق من وجود هذه الشخصية رغم أنها تظهر أحيانا ضغط بطريقة خاطئة. لاحظوا ما شاء الله، ما عندنا مجموعة من الأوامر اللي احنا ممكن نتعلمهن بالتدريج، لكن راح نختار أبسط حاجة اللي هو البلوكس. طبعا لما أضغط على البلوكس راح تظهر لي مجموعة أوامر، هذه الأوامر ممكن أنا أستفيد منها. فبداية راح نبدأ عندنا بكتابة، بناخذ عندنا فنكتب عندنا عبارة ويلكم أو عندنا الماينكرافت أو أي كلمة أخرى. لاحظوا هني عندي له كلمة ران، أنا ممكن أستبدلها ممكن تظل مثل ما هي، لكن تنتبهوا إن الكلمة اللي تختاروها تكون كلغة متعارفة ما بينكم كمستخدمين للبرنامج وما بين عندنا البرنامج نفسه، يعني الوكيل الذي يقوم بالمهمة. فإذا أنت حطيناها مثل ما هي رن، ما في أي إشكالية حبيتوا تستبدلوا. أنا الحين أريد أسوي مثل أمر طباعة، فبعطي مثلا أمر برنت، بس أنتبه إذا كابيتال يعني كابيتال، إذا سمول أحطيها سمول، يعني أكون دقيقة جدا كتابة الأمر. طبعا هني الكلمة مثل ما هو واضحة، أنا أقدر أغير أي كلمة انتو تريدوها عندنا تكتبوها، فعاد تكتبوا الاسم. وهذا ممتازة جدا لمعلمي اللغة الإنجليزية. طبعا احنا كمعلمين مواد عذرا اللغة العربية ومواد اللغة العربية خلاص. فإذا الحين عندنا لاحظوا أنا معاي هني إحداثيات، أنا على أي إحداثيات هني على الشاشة مجموعة إحداثيات، إذا حابين تستخدموها استخدموها، إذا ما حابين تستخدموا نفس الإحداثيات فراح نكتب هني إحداثيات بطريقة عشوائية. فمثلا عدة أنا ما أريدها على ارتفاع كبير، أكيد طبعا الحين مثلا على من 15 سالب 15، هني أريده على ارتفاع مثلاً 3 بلوكات، هني أيضاً أحتاج إنه يكون مثلاً سالب 12 أو سالب 13، عادي على راحتي. بتظهر هني عندي لون البلوك اللي أنا أريده، لأن أنا اخترت لغة البلوكات اللي أنا أستخدمها، فبختار ما أريد اللون الأزرق، أختار هذا اللون. وأنتبه للكلمة اللي أنا كتبتها هني على أساس هنا على أساس أنقلها مباشرة. أضغط على السهم اللي باللون الأخضر، إذن أكيد في خطأ.
لكن لأنهم قريبين إذا نحط عندنا سالب 5 وهني سالب 8. أيوة بالشكل خضينا موقع. الحين أضغط على حرف ال H من لوحة المفاتيح وعد أكتب كلمة برنت على أساس هو الأمر المتعارف ما بيني وما بين الجهاز في البرمجة، فأكون نفس الكلمات نفس السبيلنج لما أنا أكتبه مباشرة، وأضغط إنتر. أنتظر طبعا قليلا لأن البرمجة تحتاج لها. وقت خصوصا مع الشبكة. ما له هو جهاز الشبكة عامل مهم في موضوع برنامج الماينكرافت. نكتب مرة ثانية برنت. كده نرجع للسي نتأكد من بعض الأوامر. أيوة برنت نفسها صحيحة. ما مشكلة نغير عندنا الإحداثيات بعدنا شوية. ننقل عندنا نفس الإحداثيات اللي في الأعلى، نقرب الموجودة عندنا في موقعنا حاليا. طبعا هذه تمثل موقعنا حاليا، مو قبل 152 21 سالب 17. إذا ما ضبطنا ننتقل للمنزل وبنرجع إن شاء الله للكتابة العائمة في الهواء بإذن الله تعالى، لأن هي شكلها تتوقف عند هذه الشاشة وما يكمل أمر البناء باستخدام البلوكس أكيد بسبب الشبكة، لكن هو في البرمجة نحاول ننتبه نكتب الإحداثيات بطريقة صحيحة. نختار عدة الأمر اللي راح نكتبه في الشات مثل ما الحين نكتب برنت أو رن أو أي أمر آخر إحنا نريده في الشات، كذلك أيضا نتأكد من اختيارنا لنوع البلوك الخاص به. راح ننتقل عندنا بنرجع إن شاء الله لهذا الأمر. صوت التحطيم واضح جدا، فخلنا مثلا نختار عندنا طريقة البناء اللي قلنا لحد ما نشوف موضوع اللي هو موضوع البناء باستخدام الكلمات العائمة. فإذا عندنا نختار البلوك الخاص ب نختار ما نريد صخور، نريد عندنا حجر آخر. أيوة كوارتز، هذا عندنا الحجر الكوارتز، فبنختار عندنا اللي هو البناء. لو خليتها ريبليست معناتها راح يكون ككتلة، هذا المبنى ككتلة مع بعضه متماسك، لكن راح نغيره لوين؟ راح نغيره لهالو. خلاص؟ إذا الحين إحنا بنبدأ الحين بكتابة الأوامر، ما راح نعمل مبنى كبير، راح نعمل مبنى صغير. إذا عندنا السالب نريده على الأرض مباشرة بحيث يكون في أرضية عندنا بالكوارتز. أيضا عندنا راح يكون امتداد بس مجرد 5 بلوكات، ما نريد هني في الأخير 5 بالموجب.
سالب عذرا، وهني ايضا راح نحطيه مثلا 5. نريد ارتفاع البلوكات 7 بلوكات، ونريد عندنا امتداد لخمسة موجب. اذا الحين هني نغير الامر، اذا حابين نغير الى امر اخر فبناخذ مثلا عندنا بولد. الحين نفتح الشات نكتب نفس الامر اللي احنا ذكرناه سابقا. الحين انتهى البناء. شوفوا أنا موجودة الحين داخل البناء، الدنيا ظلمة، البناء مثل ما هو واضح معاكم شاشة سوداء، فأنا ما الحين شاشة سوداء، لكن أنا راح الحين عدي أكسر هذا الجزء بحيث أنا أخرج مباشرة من المبنى. خرجت من المبنى، لاحظوا إذن هذا ارتفاع المبنى وبالضبط قبل نفس المنطقة، فإذا ظهر عندي المبنى بهذه الصورة. أنا عاد أقدر أحسن في هذا المبنى بأي طريقة من الطرق، أضيف له نوافذ، أضيف له عندي أضيف له أيضا كذلك الأبواب، الأثاث اللي احنا ضفناه سابقا. مباشرة أنتقل عندنا كذي على السريع، ما راح أطول فيه إن شاء الله، واختار عندي الزجاج اللي يناسبني، فمثلا راح اختار هذا الزجاج على اساس يكون مبنى بالكوارتز والزجاج. وطبعا التحسينات الاخرى انتم عارفينها مثل الاضاءة، مثل عندنا اي حاجة تريد تضيفونها لهذا المبنى. هذه طريقة بسيطة. نرجع طبعا عندنا نقرب الامر الثاني، اخاف طبعا يكون راح الامر لمكان اخر، لكن نحاول نرجع له مرة ثانية ونشوف كيف راح تنكتب باستخدام البرمجة. دام ضبط هذا الاول نشوف عندنا الثاني راح يضبط باذن الله تعالى. ما راح أغيرها، راح أحطيها نفسها الكلمة بس عشان توضح كيف عدنا ممكن نكتبها. أيوة إذا الحين إحنا كتبنا برنت، بس نخلي الإحداثيات بس لحظات انتقل لمكان آخر شوية أبعد. عشان ما يصير زحمة في المنطقة. خلاص أنا ما غيرت هذه الكلمة، بنشوف طبعا عندنا راح تنكتب نفس الكلمة. ما أعرف شو المشكلة، تتوقف الشاشة عند هذا الأمر، سبحان الله. إذا ما ضبط إن شاء الله راح ننتقل مباشرة، هي بنفس الفكرة السابقة ما راح تتغير، لأن كنت قربتين قبل الورشة بكتابة اسمي بعائما في الهواء.
إذا ننتقل عندنا للأنشطة التفاعلية بطريقة بسيطة جدا، قدروا تصمموا أنشطة تفاعلية بطريقة بسيطة جدا. حطوا لنا ناخذ بعض الأدوات اللي راح نستخدمهن في الأنشطة. طبعا في عندنا أحجار وفي عندنا حاجات إضافية ممكن إحنا نستعين منها في الماينكرافت. من ضمنها أنا لو رحت هني اللي هو ريدستون، طبعا في عندنا مجموعة من أنواع للريدستون، فراح عندنا أختار مثلا هذه الحجرة اللي هي حجر الريدستون. أنا ما اخترت هذه غير مضاءة، لاحظوا هي غير مضاءة. فلنفترض عندنا مثل ما لاحظنا، وهذا أيضا نوع آخر من الحجر الريدستون، وهذا عندنا اللي هو الريدستون اللي هو الرمل الخاص به. راح أستخدم بعض الأدوات البسيطة، ما راح أتطرق لجميع الأدوات. فهني عندي اللي هو بوتوم اللي هو الأزرار، وبخض عندي زر، بس أوضح عندنا بعض الحاجات. فمثلا عندنا بعض هذه غير مضاءة، فلو نفترض عندنا ضفت لها زر معين، لأن بعض الأدوات لها اختصاصات معينة، فلاحظوا أن لما أنا أضغط على الزر تضاء هذه الحجرة، فإذا عندنا اشتغلت باستخدام ماذا؟ باستخدام الزر. أنا ممكن أستفيد من هذه الفكرة في تصميم نشاط تفاعلي. أنا ما أريد الحين الزر، فلنفترض أنا راح أحط هذه الحجرة بهذه الصورة، وراح عندنا أبعد 2 بلوك عنها عذرا، فأختار أيضا نفس الحجرة وراح أبعد أيضا 2 مكان عنها شوية. مثلا راح أوظفها عندنا في الأنشطة اللي هو الاختيار من متعدد، مثل ما لاحظتوا في الأنشطة السابقة. في عندكم طرق لكتابة الأنشطة راح أنوع ما بينها، من ضمنها اللي هو السبورات، عندكم اللي هو السبورات السلايد الصغيرة، وعندنا اللي هو البورد البوستر، وعندنا اللي هو البورد إذا راح أكتب حاجات كثيرة. بس أنا ما أريد هذه الإضافات، أرجعها على أساس يكون معاي المكان شوية فاضي. خلاص، فعندنا هذه الأحجار، أنا راح أحط خيارات، فراح أحط لكم أنشطة بسيطة جدا. فهذه السبورة فراح أكتب فيها عندي نص، لكن أنا المادة اللي أريد أدرسها باللغة العربية. في عندكم موقع يساعدني في الكتابة باللغة العربية، أستاذة إيمان راح ترسلكم الموقع اللي يساعدني في الكتابة باللغة العربية. مع الأسف كنت فاتحة الموقع بس انغلق مع مع المجموعة، فراح أكتب هذا موجود الموقع مباشرة من غير ما أكتب على المتصفح. هذا الموقع راح يساعدني، لكن في قانون يعتمد عليه. هذا الموقع كان يستخدم سابقا قبل التعريب اللي صار في برنامج الفوتوشوب، البرامج الخاصة بالتصميم، من ضمنها برنامج الفوتوشوب. إذا راح أنا أضغط عليه، لكن تنتبهوا لنقطة، لما تكتبوا فيه تكتبوا بالمقلوب، يعني أنا إذا كنت راح أكتب عبارة كبيرة مثل العبارة الترحيبية، فراح عندنا نشوف كيف راح نكتبها. إذا هذا هو الموقع مثل ما أنتم لاحظين، أنا راح أتعمد إني أنا أكتب نص شوية كبير. لاحظوا لما ينكتب ينتقل للأسفل، أنا الحين كأكتب من الأسفل للأعلى. أنا ما سؤالي الطويل بهذه الطريقة، لكن بس على أساس نوضح كيفية الكتابة بطريقة مقلوبة. هي صح إن العملية صعبة، لكن مع الوقت إن شاء الله راح تكون واضحة.
يلا إذن هذا سؤالي راح يكون موضوعي، أنسخ الكلمات وأروح عندنا للبوستر وأضغط كنترول في. لاحظوا ظهر عندي مثل ما هو واضح وأقفله مباشرة وظهر معي باللغة العربية. هذا ظهر معي وسؤاله عاصمة تونس. إذا راح عندنا أستخدم الرمل اللي هو الريدستون، ولاحظوا أنا لما أستخدمه بس أغلقه شوية وهذا جزء مقطوع، أو عادي ما مشكلة أنا أسوي أوصله بحيث إنه ما يكون ظاهر وأحط هني جزء مقطوع، وهذه على اعتبار إن الإجابة غير صحيحة وهذه أيضا على اعتبار الإجابة غير صحيحة، بينما هذه هي الإجابة الصحيحة. طبعا على أساس ما تكون واضحة للطالب أنا أختار أي بلوك آخر كتنويه، لكن هو ليس أساسي، كتنويه وأضعه في هذا المكان. الحين أنتقل في هذه الجزء أضع الحجر، طبعا أي حجر أنا أشوفه مناسب. خلاص إذا ظهر معي كأن الحين الطالب ما يستطيع أن يلاحظ ماذا يوجد خلف هذا الحجر، وسؤال موجود في هذه السبورة. خلاص إذا الحين أني أنا أكتب الإجابات، لاحظوا أنا حطيت الإجابات وين؟ في الأعلى، ممكن أحطيها في أي مكان هني، في أي مكان أشوفه مناسب على حسب رغبتكم. أنتقل للموقع ذاته، نفس الموقع السابق، وأحذف السابق وأكتب عندي، طبعا الإجابة الأولى كانت خاطئة والثانية خاطئة، راح أكتب مثلا الرباط وأسوي نسخ وأنتقل مباشرة لكنترول في وأغلق. إذا أنا كتبت الكلمة الأولى. طبعا عندنا الإجابة الثانية أيضا إجابة غير صحيحة أيضا، وبنفس الطريقة أروح لنفس الموقع وأكتب مثلا عما، وأروح عندي مباشرة وأضغط كنترول في وأقفل، وأروح عندي للسبورة الثالثة والأخيرة بإذن الله تعالى، وأروح وأنتقل مباشرة وأكتب تونس. خلاص الحين أنا محتاجة لتشغيلها مفتاح، لاحظوا هني مقطوع ورجعت هني مثل ما هو واضح، وأستطيع التنقل مثل ما هو محطت لكم المؤشرات على الشاشة بحيث تعرفوا أنا أي تحرك للأمام يعني W، للخلف هو حرف اللي هو S. ناقص شو؟ أن أنا أضيف لحظات يعني مقطوع، أيوة طبعا أنا أغطي الحين أغطيها بهذه الصورة. طبعا هنا أيضا ما بستطيع أني أنا لأنه مقطوع، فعادي أنا حطيتهم قريبين من بعض كثير. هذه وظيفة الريدستون إنها تكون موصلة للكهرباء. طبعا بأي طريقة أخرى أنت تقدروا تصمموا النشاط، ما شرط يكون بنفس هذا الأسلوب. لحظات الحين يا أنا أريد زر معين، أجيب عندنا زر اسمه لفر، طبعا هذا يعتبر كمشغل، أروح أنا على الانفنتوري وأبحث عن، طبعا إذا كنت عارفة وين موقعه مباشرة أنتقل له، إذا كان ما عارف مباشرة عن طريق العدسة وأكتب في البحث عندنا الاسم.
إذا هذا هو الزر الأول، هذا الزر الثاني، وهذا الزر الثالث. خلونا نجرب الحين، عندنا في تصميم هذا النشاط. لو أنا ضغط لحظات أدرن، طبعا أضغط بالزر اليمين، لأن إضاءة عندي لحظات ما أريد هذه، لأن حطيتهم قريبين من بعض فراحت عندنا توصلت مع بعضها البعض، فأنا ما أريد أوصلها بس لحظات. إذا الحين بهذه الطريقة أضاءت عندنا هذا الزر، نشوف عندنا الزر الثاني، بس إذا حطوهم قريبين من بعضهم، لأن كل ما كانوا قريبين من بعضهم راح يتوصلوا الكهرباء مع بعضهم البعض. إحنا ممكن نتحايل فيها بطريقة أخرى، أنا أوصلهم بهذه الصورة. وهذه أكسرة ما نريده، إذن بهذه الصورة أضاءت. نشوف عندنا الزر الثاني لم يضاء، وطبعا أنا بعد أحذف هذا اللي في النص ما أريده، بحيث أنه يظهر الإضاءة بهذه الصورة. إذا المصباح اللي أضاء هو فقط المصباح الموجود في الإجابة الصحيحة، بس ننتبه نحطي مسافة أكثر من هذه البلوكين اثنين، أكثر من هذه المسافة عشان تكون أكثر وضوحا. هذه الطريقة من الطرق. أنا ممكن أستخدم طريقة أخرى، هو أروح أنتقل لمسافة شوية أبعد وأقرب. عندي طريقة أخرى من الأنشطة، أيضا رفيقنا الريدستون، رفيقنا الليفار، وبس ما أريد عندي بعض الأدوات برجعها مباشرة للإنفنتوري، وأرجع الصبورات هذه مثل ما أنتم شايفين، وراح أستخدم اسمها الشخصية الكمبيوترية. فلاحظوا عندكم الشخصية اللي راح أستخدمها، راح أروح للإنفنتوري وأكتب عندنا في الإنفنتوري ب لحظات بالإنجليزي BNC. فإذا NBC لحظات اللي هي الـ NBC، بالعكس هذا عندنا الـ NBC، وراح عندي لاحظوا لما أنا أضغط فإذا هي ما تتشكل معي، فأنتقل مباشرة لوضع المحرر، بضغط على الحرف T وسلاش حرف ضاد WB، خلاص انتر. لما انا اضغط عليه خلاص ظهرت معي اللي هي الشخصية الكمبيوترية، والحين في وضع التحرير. انا اقدر اغير اسمها بنفس الطريقة السابقة، بنفس الطريقة لحظات فقط بنفس الطريقة السابقة، ونسميها طبعا الأستاذة دون اسم ما مشكلة، عاد انتم تسموها براحتكم بعدين شخصيتكم الكمبيوترية. كنترول في، خلاص. لاحظوا انا استطيع ان اختار الشخصية اللي تناسبني، عندكم شخصيات كثيرة تقدروا تلفوا فيهن وتختاروا الشخصية اللي تناسب. إذا أنتم تريدوا تضيفوا هنا عبارات مثل ما لاحظتوا سابقا، عبارات ترحيبية، ونقول مثلا للشخصية طبعا من غير ما أجلس أطول كثير، بعطيكم تعليمات على طول. عليك الإجابة أولا عن الأنشطة المرفقة وأنتقل للأعلى وأكتب، ثم الاتجاه
الموضوعي أو السؤال اختيار من متعدد. والإجابة عن، وأضغط عندنا مثل ما هو واضح معاكم، وأروح عندنا للماينكرافت وأضغط مباشرة كنترول فيه. خلاص الحين عندنا ظهرت، وهني عندي اللي هو أريد اللي هو الإعدادات، راح تظهر هني اللي هو إضافة إعدادات برمجية، طبعا ما راح نتطرق لها لأنها شوية محتاج لها تركيز وزيادة والوقت تقريبا عدا همنا. وهني عندنا اللي هو أضيف رابط لأي نشاط. لاحظوا هني عندي راح أكتب مثلا النشاط رقم 1، بنفس الطريقة راح نضيف أنشطة كثيرة، فراح عندنا أكتب هني كلمة النشاط الأول أو الواجب الأول. أنا ممكن أربطه بالفليب جريد، ممكن أربطه بصورة، ممكن أربطه بنشاط، ممكن أربطه بأي حاجة أنا أرغب إن أنا أضيفه للطالب، بس ما انكتب رقم 1. لحظات، إذا عندنا النشاط الأول عشان يكون واضح معاهم أكثر من نشاط، لأن ممكن أضيف أكثر من نشاط بهذه الطريقة وليس نشاط واحد. إذا هذا النشاط رقم 1، وهني طبعا نضيف اللي هو الرابط الخاص بالنشاط. فأنا فاتحة مجموعة أنشطة تفاعلية، راح نختار منها أحد هذه الأنشطة. إذا هذا عندنا مجموعة أنشطة، راح نختار بس نشاط واحد فقط. خلاص إذا نسخنا الرابط كنترول في. خلاص إذا الحين عندي لو أنا رحت أيضا أقدر أضيف أمر برمجي آخر، أقدر أضيف رابط آخر، وأكتب نفس الطريقة عندي رابط النشاط، النشاط رقم 2، وأضيف الثالث والرابع وهكذا. الحين ما أحتاج لهم، فراح يكون معاي فقط رابط 1. راح أرجع عندي وأغلق النشاط، لكن الحين أنا في وضعية المحرر، فلازم أرجع مرة ثانية للشات وأعمل نفس النص، عفوا الأمر البرمجي سلاش دبليو بي إنتر. الحين أنا ظهرت موضع الطالب، نشوف عندنا راح يظهر معاه وراح يظهر النشاط الأول، ويضغط الطالب على النشاط الأول الثاني الثالث، مجموعة أنشطة على راحتكم. وأنا أعطيت تعليمات إن بعد إجابة هذا النشاط راح ينتقل مباشرة لإجابة نشاط آخر، بنخبركم طريقة أخرى بنفس فكرة السؤال الموضوعي السابق، لكن انتبه السؤال السابق تحاولوا تحطوا مسافة ما بين البلوكات بحيث إنها تكون مسافة كافية، وأضيف الريجستر على الأقل 3 بلوكات بحيث يكون في فاصل، لأن حتى الريدستون الرمل الموصل للطاقة الكهربائية بنفس الطريقة يحتل مساحة بلوك، يعني كل مورد داخل الماينكرافت في الماينكرافت يحتل مساحة بلوك كامل. طبعا راح عندنا يظهر النشاط بس يتحمل حسب شبكة الإنترنت، لحد ما يتحمل أنا راح أرجع للفكرة اللي أريد أنفذها. خلاص إذا هذه الشخصية وجهت الطالب عندي للإجابة عن نشاط آخر. راح نروح للإنفنتوري ونبحث عندنا عن أدوات معينة. نشوف عندنا، نقرب، نختار عندنا أداة السبنسر. أيوة إذا هذه عندنا الأداة مباشرة، نكتب الحروف الأولى راح تظهر معاي. طبعا الريدستون موجود، الليفر موجود،
ناقصنا ألعاب نارية. لاقين إلى ألعاب نارية عندنا هذه عندنا اللي هو الألعاب النارية، وعندنا أشكال مختلفة منها. طبعا خلاص أنا ما أريد هذه الأداة وأستخدم الألعاب. نأخذ كمية كبيرة بأشكال مختلفة وألوان مختلفة ونملأ عندي اللي هو المكان بارود، أو مثل ما قلنا أنا ممكن أعمل الإجابات باستخدام الشخصيات الكمبيوترية، بحيث أن كل شخصية تحمل إجابة من هذه الإجابات. وممكن أستخدم أيضا السبورات، وعندنا أشكال كثيرة. شوفوا عندكم أول ما أضغط راح تظهر بهذا المنظر. طبعا هذه الطريقة غير صحيحة، أنا أريد الألعاب النارية تنطلق للأعلى. إذا لو أنا كررت نفس العملية راح تظهر معي. شو أعمل؟ أنتقل للأعلى، أضغط على مفتاح المسافة ولاحظ أنا وين موجودة في الأعلى، وأضغط إذا ظهرت معي عندي الفتحة في الأعلى، لكن أنا راح أحطيها شوية بعيد على أساس ما تسبب لي نفس المشكلة السابقة. 1 2 3 وهذه طبعا الفكرة، هذه 3 1 2 3 وراح عندي أضع هني. لاحظوا أنا الحين الفتحات للأعلى، خلاص الفتحات للأعلى. الحين راح عندي أضيف الريدستون، وعادي طبيعي جدا. شو عرف الطالب انه موجود هنا العاب ناريه؟ لحظات انا ما اريد اضيفها، راح اضيف الريدستون، يكفي بلوكتين، وهني ايضا ريدستون، وهني ايضا اللي هو ريدستون. خلاص كل الريدستون موجود معي بنفس الطريقه، بنفس عندنا الفكره. اضيف الفار، اذا هذا عندي اضفته، واروح عندي للجهه الاخرى واضيفه. خلاص إذا الجميع بنفس الطريقة. شو ناقص معي؟ عندنا الإجابة على السؤال الموضوعي. طبعا هو ما طرح عندنا السؤال الموضوعي، راح عندنا ينطرح نفس السؤال السابق عشان ما نطول معاكم، ونختار هذه ما نريد الزر. نسير عندنا لنختار الحين أدوات أخرى، حطونا نختار هذه عندنا أيضا اللافتات ممكن نستخدمها لكن ما نريدها. حطونا نستخدم اللي هو هذه السبورة الصغيرة. خلاص هذا إذا أنا راح هني أحط عند الشخصية، قالت حطي لنا سؤال. شو عندنا سؤالك يا أستاذة؟ شو سؤالك يا أستاذة؟ إذا حطونا نشوف سؤال الأستاذة كيف راح تسألهم السؤال. نروح ننتقل عندنا لنفس عندنا الفكرة ونقول عاصمة تونس. ما عليه عليكم اليوم، بس ناخذ السؤال عشان الوقت. عندنا سؤال جدا سهل، وأقفل السبورة، أروح عندي الجنب السبورات وأيضا أكتب الخيارات. هذه واحدة، هذه اثنين، وهذه 3. حطوا ناخذ الفكرة الثانية ونكتب الاسم. طبعا اذا انا اشتغل بروحي لوحدي ما محتاج اني انا اكتب اقفل، لكن يفضل نقفل علشان الطلاب. طبعا ممكن العملية شوية صعبة باللغة العربية عشان أنا أستخدم برنامج آخر، لكن اللي عندهم يستخدم اللغة الإنجليزية ومعلمين اللغة الإنجليزية ما محتاجين لهذه العملية مباشرة، الكتابة على الماينكرافت تلقائية من غير مساعد. لحد إن شاء الله ما يكون عندنا برنامج تضاف اللغة العربية لبرنامج الماينكرافت. إذا الآن أين هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية. فأروح عندي
الدبس بنسر وأضيف الألعاب النارية، هذه واحد. طبعاً لاحظوا أن أنا أحاول أملاهن قدر الإمكان، إذا في إضافات ممكن أضيف، ممكن أرجع للإنفنتوري وأضغط وأضيف أيضاً إضافات، لأن كل ما أنا مليتهن كان أفضل، لأن عدد الطلاب ممكن يكون كبير جداً، محتاجين إلى عدد كبير. كفاية كذي ملينا. الحين الفكرة، أنا لو راح الطالب وجاوب هذه الإجابة، طبعاً ما يوجد فيها أي حاجة، خلاص هذه إجابته خاطئة، وأنا أعتبر هذه الفكرة أفضل من السابقة. لاحظوا إذن هذه الإجابة أعطت عزيز إن هذه إجابته صحيحة مباشرة. بيشرح. خلاص، ونفس الطريقة هنا الإجابة غير صحيحة. حطوني أرجع وأشوف وش اللي صار بالنسبة للألعاب النارية. لاحظوا إنهن هذه نقصت حبة واحدة، كانوا كلهم 64، إذا لأن أنا أطلقت لمرة واحدة، عاد حسب عدد الطلاب وعدد محاولات الطلاب للإجابة. كل ما أنا أضيف وأضيف عندي وألعب أكثر، بلاحظوا عندنا راح تنقص اللي هو كمية البارود الموجودة فيها، وهذا عده تلاحظوا انها تبدي تنقص، اذا هني نقصت هني نقصت وهنا ايضا في نقص، وهذا طبعا اهمية ان انا اضيف كمية كبيرة من البارود. اذا تعرفنا كيف نضيف مصادر، هذه من المصادر، ممكن نضيف صورة، ممكن نضيف عندنا واجب على فليب جريد، او ممكن على وكليت، او ممكن على اي موقع من المواقع فورمز وغيرها، او حتى عرض باوربوينت او مقطع فيديو انا اضيفه للطلاب ويستعينوا به، وايضا ممكن اصمم عدة انشطة داخل العالم نفسه بطريقة بسيطة جدا باستخدام الموارد، وطبعا ممكن تسويها بطريقة محسنة كديكورات وغيرها، بحيث انه يظهر كعالم منفرد وفريد ويساعد طبعا على اجتذاب الطلاب لهذا العالم. الحين طبعا انا صممتها بطريقة بسيطة جدا بدون عدنا اي عدنا ديكورات، من غير عدنا اي تصميم خارجي، مجرد بس نتعرف على الافكار عدنا المختلفة اللي ممكن ننفذ فيها عدنا اللي هو الأنشطة داخل الماينكرافت. في عندكم أي استفسار؟ طبعاً أنا حابة أرجع عدنا للبرمجة، لكن مع الأسف ما أعرف شو يصير، تتوقف الشاشة عند كتابة، كنت أريد أوريكم كيف الكتابة تكون عائمة في الهواء، وهذا طبعاً يساعد معلمي اللغة الإنجليزية في تعليم طلابهم لمفردات الكلمات، وكيف عندنا يحفظوها بطريقة سلسة وطريقة جميلة جدا. هل يوجد أي استفسارات، أي سؤال؟ طبعا في حاجات كثيرة ممكن احنا نوظف فيها، ممكن نصمم صاروخ، ممكن نصمم سدمة، ممكن نصمم أي ظاهرة جغرافية، وعندنا دروس أخرى، لكن لو انتقلت للعالم في الجهة الأخرى راح نشوف عندنا دروس أخرى ومعالم أخرى مختلفة عن ما هو موجود في هذه الجهة. مشكورة أستاذة، تفضلي أستاذة. إذا بالنسبة، جزاك الله خير. بهذه الطريقة طبعا أنا أنهيت ما موجود عندي، بس حابة أن أخذ آراءكم بما تم عرضه داخل الورشة، وطبعا كود الورشة موجود مع الأستاذة. نعم أستاذة أصيلة، شكرا لك. فقط ما لدي سؤال يضعه في الشات. من صوتي مسموع؟ مسموع ياسمين. أيوة إن شاء الله، إذا في أي استفسار يضع في الشات نتابع إن شاء الله الشات، وأيضا عند الإضافة. أيوة تفضلي أستاذة. الأستاذة ياسمين يعطيك الصحة ويعطيك العافية. الصوت مش واضح أستاذة. أنت تسمعينني؟ واضح أم لا الصوت؟ واضح ياسمين الصوت. الحين واضح.
نعم، يعطيك العافية ويعطيك يعطيك الصحة كما نقول في التونسي على تقديمك الرائع لهذه الورشة، وهي ورشتك الأولى أعتذر بس معنا كسفير. نعم الحقيقة كلهم يكتبون يعطيك ألف صحة، وكلهم بالنسبة لهم أنك قدمتي أداء متميزا، ألف شكر بالنسبة لي. شكرا. أستاذة أصيلة. أيوة أستاذة، أيوة. إذا فقط لحظات، من لديه سؤال؟ إذا روابط الشهائد بالنسبة ليوم الأمس تجدونها في صفحة التليجرام الخاص بالجمعية. ما علي، إن شاء الله كنت حابة أخذ آراءكم، لكن ما في مشكلة، الغلق العرض بالكامل، فعلى أساس ما أطول معاكم يعني تقريبا كملنا حقيقة ساعتين، هناك من وأعتذر تسأل على هل يمكن الإطالة، لتخفض ولكن صوت الماينكرافت عالم، ولو بدينا نصمم أي حاجة أخرى راح نطول كثير. هناك من يسأل كيف يضيف صوت للشخصيات أستاذة أصيلة؟ هل بإمكانه إضافة صوت أو لا؟ فقط لحظات وسأضع رابط الصوت الحضور في الشات. رابط ممكن عن طريق الروابط، صوت أو فيديو. إيمان فتحت الصوت للأستاذة فاطمة، رفعت اليد، ما تفضلي أعرف شو أستاذة المشكلة فاطمة. أستاذ، الصوت نعم تفضلي أستاذة فاطمة. الصوت يذهب ويأتي. أستاذة فاطمة طالبة أوامر خاصة بالرياضيات أستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة، جميع الأوامر يعني ممكن إحنا نوظفها بالطريقة اللي تناسبنا. البلوكس ما شاء الله، يعني الكود بيلدر ما شاء الله فيه الكثير من الأوامر، هي قريبة تقريبا من برنامج سكراتش. اللي طبعا عنده خلفية كبيرة ببرنامج سكراتش أكيد راح يكون له موضوع البرمجة سهل بإذن الله تعالى. لكن مثل ما خبر، أنا أحاول قد الإمكان أيضا أتعلم كل ما هو جديد، فكل يوم نحن نكتشف حاجة جديدة في الماينكرافت، فإن شاء الله القادم سيكون أفضل لي ولكم. فأكيد طبعا في أحد الزميلات كانت نفذت ورشة خاصة بالرياضيات، ما شاء الله كانت في أفكار خاصة بالطلاب الحلقة الأولى أو الطلاب الصغار بمادة الرياضيات. بس أنا ما أدري هل صوتي واضح أو غير واضح. واضح أستاذة أصيلة، واضح الصوت. شكرا، مشكورة أستاذة أصيلة. شكرا لك أستاذة، بارك الله فيكم، وأعتذر على الإطالة، ما شاء الله أكيد في لا نحن من نعتذر، لأنه أكيد الوقت متأخر في سلطنة عمان. مشكورة جدا أستاذتنا. بارك الله فيك. إذا رابط الحضور تجدونه في الشات. أيضا أيوة سأشارككم روابط التواصل الاجتماعي الخاصة بالأستاذة أصيلة والكود الخاص بها. أيوة أستاذ، موجودة عوالم جاهزة، إحنا عرضنا في المكتبة اللايبرري، موجودة عوالم جاهزة، وأيضا في موقع الماينكرافت نفسه في عوالم جاهزة إحنا ممكن نستفيد منها، لكن ما نغير الهيكل العام للعالم، لكن نغير بعض الحاجات البسيطة. أكيد كل شخص صمم عالمه وضعه في وضع حماية سرفايفل. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم، شكرا على الإطراء، كان ودي أنا أحصل على آرائكم عن طريق كلاس بوينت، ولكن عرض الباوربوينت انغلق بالكامل مع الأسف، فلا أريد أن أطيل عليكم بفتحه مرة أخرى، فتكفين طبعا عدنا كلماتكم في الشات، جزاكم الله خيرا. أيوة، رابط الشارات في مايكروسوفت ليرن أستاذة إيمان،
أرسلت لكم الكود أكيد في الشات. نعم سأعيد مشاركته الآن. إذا في أي استفسارات أستاذة لم أنتبه لها؟ مبدئيا ليس هناك استفسار، فقط الصوت تطرقنا عليه، ممكن إضافة صوت فقط ولكن نقص. لحظات لمشاركة رابط ليرن. تمام أستاذة، خذ راحتك. أستاذة أصيلة، هناك من يسأل هل العمل عمل بلوك مثل السكراتش يكون على كامل العالم أو جزء محدد فقط من التصميم؟ عادي حسب الموقع الإحداثي، أنت تسجل الإحداثيات وتصمم العالم بالطريقة اللي تناسبكم، يعني ممكن المبنى تكرروه أكثر من مرة، نفس المبنى بعد ما يجهز في طريقة لنسخ العوالم، عفوا نسخ جزء من العالم بحيث إنه يتم تكراره، فعادي يعني يتم تصميمه. طبعا عاد المنزل اللي صممناه منزل صغير جدا وأدناه البسيط يعتبر جدا، لكن أكيد كل واحد راح يبدع بطريقته، راح يصمم مباني، راح يصمم مدينة، وإلا كيف استطاع مصممو هذه العوالم إنجاز أعمالهم بهذه السرعة إلا باستخدام البرمجة؟ البرمجة هدفها هو تسريع العمل. ليس لدي خلفية بخصوص شهادة البارحة. موجود رابط الشهائد موجود في على قناة التليجرام الخاص بالجمعية بالنسبة لشهائد البارحة لمن لم يتحصل على شهائده. لا ما تاخذوا فكرة ان البلوكس نفس السكرات، انا قصدي نفس فكرة البرمجة، لما نبرمج القطع البرمجية بسكراتش نفس الفكرة، لكن لكل برنامج خصوصياته، فنحن نستخدم عدة لغات، اخترنا أبسط لغة اللي هو لغة البلوكس، في عندكم البايثون، في عندكم الجافا سكريبت، طبعا هذا محتاج لها ما شاء الله خبراء في التقنية وفي مجال البرمجة، فاحنا اخترنا أبسط الطرق البرمجة عشان تساعدنا في عملية بناء العوالم. وفي مسار في الميكروسوفت ليرن عن البرمجة تقدروا تستفيدوا منه. أستاذة فاطمة سالم، يعني المصدح مفتوح لك، فقط افتحي من عندك. فاطمة أعتقد الاسم. أستاذة إيمان إذن وصلت مشكورة على ما جدا، أعتقد. أيوة شكرا مشكورة أستاذة جدا إيمان، أستاذة أصيلة. شكرا أستاذة إيمان، بس كثير ما يسألون عن الشهادات ليلة البارحة.
في الشات. إذا سنمد كبيره رابط الشهيد، يعني مثل ما قلت رابط الشهيد موجود على قناة التليجرام الخاص بالجمعية. إذا سنمدهم برابط. شكرا لك أستاذة أصيلة على هذه الحصة الممتعة، إن شاء الله في لقاءات قادمة معك إن شاء الله، ومشكورة مرة أخرى وعذرا على، يعني على، أنا أعرف أن الوقت متأخر في سلطنة عمان، يعني مشكورة جدا أستاذة أصيلة. شكرا لك أستاذة إيمان، شكرا أستاذة ياسمين، شكرا لجميعكم وجميع الحضور على دعمكم، وإن شاء الله مثل ما ذكرت أستاذة إيمان راح تكون في ورشة مصغرة كده بسيطة إن شاء الله لساعة البرمجة، فتكون معاكم برنامج الماينكرافت جاهز محمل وداخلين بالحسابات، عرفتوا كيف طريقة التحميل الآن، فقط راح ندخل على النشاط الخاص بساعة البرمجة. شكرا أستاذة أصيلة، شكرا، بارك، وتصبحين على خير. تصبحون على شكرا خير، لك. بارك الله فيكم. شكرا لك أستاذة، بارك الله فيك.